هذا البرنامج برعاية مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. الصور اللي احنا شفناها والفيديو اللي احنا شفناه ده فرح شاب وشابة عروسة وعريس أيتام من محافظة الغربية في طنطا، كان يوم الخميس اللي فات. والله العظيم أنا بكيت لما شفت الصور. صور لو نجيبها مرة تانية يا أستاذ شريف لو سمحت. الصور اللي احنا شايفينها دي صور المعازيم اللي راحوا يحضروا الفرح. الشارع كله مقفول في شارع محب، انا من طنطا على فكره، ونقابه الزراعيين اللي كان فيها الفرح دي موجوده في شارع اسمه شارع محب في طنطا، كانت مقفوله من المعازيم لان العريس كتب بوست على الفيسبوك قال انا يتيم وعروستي يتيمه واحنا عايزين ناس يكونوا معانا في الفرح، عايز احس ان انا فرحان، انا ما عنديش اهل، ما عنديش ناس أعرفهم، ما عنديش أصدقاء، أتمنى أن يكون معايا حد يوم فرحي. البوست ده قد إيه مس الناس، كل الناس اللي قروه واللي سمعوا عنه جوه طنطا وبره طنطا راحوا الفرح. شفتوا الصور عاملة إزاي؟ شفتوا الفرحة الحقيقية اللي في الفيديو عاملة إزاي؟ الناس اللي شايلين العريس ما يعرفوهوش. لو نشوف الفيديو اللقطات وهم شايلين فيها العريس، انا طبعا مش عايزه اجيب صوره العريس او العروسه، موجوده ومنتشره على السوشيال ميديا، بس انا مش عايزه اجيبها. فريق الاعداد كله يعني اشترك معايا في الراي وقال مش عايزين نجيبها. احنا فرحانين ليهم، فرحانين جدا بالمشاهد دي، فرحانه علشانهم وفرحانه ان الصوره اللي انا شايفاها دي والفرحه الحقيقيه من القلب، واللي هم رافعين العريس على كتافهم مش عارفينه، مش اصحابه، مش اخواته، مش اهله، بس دول الشعب المصري، ده المجتمع المصري الحقيقي، هو ده البني ادم المصري الحقيقي. بقالنا كتير 2019 كلها بنتكلم عن حوادث لا انسانيه، بنتكلم عن مواقف بتحصل لا انسانيه، وبنقول احنا ازاي وصلنا للدرجه دي، بني ادم المصري ايه اللي حصل له، ازاي وصلنا للمرحله دي. لا، المشهد ده والفيديو ده واللقطة دي والموقف ده بيقول ان المجتمع المصري لسه بإنسانيته زي ما هو، البني آدم المصري زي ما هو، الجمال فينا موجود لغاية يوم القيامة، الجمال ما زال باقيا، وده عنوان الحلقة بتاعت النهاردة وحلقة امبارح برضو، الجمال ما زال باقيا. احنا محتاجين بس نشيل التراب، شوية تراب كده موجود يعني لازم نشيله علشان نستحضر الجمال اللي موجود فينا كمجتمع. احنا تربينا على الجمال، واحنا اللي كنا بنصدر وما زلنا بنصدر الخير والجمال والرقي والحضارة والثقافة. لازم تكون سلوكياتنا كده، ازاي ما نبقاش كده واحنا اللي عشنا على زمن الفن الجميل، على ايقونات الجمال والرقي. امبارح اتكلمنا عن أيقونة من أيقونات الجمال في التمثيل، الفنان الرائع إسماعيل ياسين. النهاردة عندنا كمان أيقونة من أيقونات الفن والجمال والرقي والثقافة من زمن السبعينيات، انتشرت وكانت شهرتها في أوج شهرتها في السبعينيات، الفنانة الراحلة الجميلة وردة بفنها الجميل وصوتها وشجنها ورقيها. احنا اتربينا كمجتمع مصري على هذا الجمال، على هذا الفن، على هذا الرقي. فمهما شفنا بقى من حاجات كده ممكن تعكر هذه الصورة، مفروض ما نعترفش بيها، مفروض نؤمن ان الجمال
ما زال باقيا داخل وجداننا ومشاعرنا وروحنا. لازم نؤمن ان الجمال ما زال باقيا. بعد الفاصل مشروع وردة. اكدب عليك 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 لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسه اكدب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه واختار لي بر وانا ارسي عليه امال انا ايه قولي انت انا ايه واختار لي بر انا ارسي عليه امال انا ايه قول انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليه امال انا ايه قول انت انا ايه واختار لي بر انا ارسى عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي. برافو، رائع، ربنا يخليك. قول يا وجدان. الفنانة وجدان يوسفي، مشروع وردة. ليه وردة؟ وردة فنانة كبيرة، وأنا حسيت إن أنا لما جيت أفكر إن أنا أعمل المشروع الفني الخاص بيا، لأن قبليه أنا كنت ببقى ملتزمة بوجودي في فرق، فملتزمة باللي بتقدمه الفرق دي وبالفن اللي بيقدموه. فلما حبيت أقدم المشروع الخاص بتاعي حسيت إن أنا عايزة أقدم مشروع عن فنانة كلنا بدون استثناء، جيل كبير صغير، يعني كلنا لينا على الأقل أغنية، على الأقل طبعا بنحبها لها جدا. صحيح. يعني فنانة بالتأثير ده موجودة في يعني بالتاريخ الكبير ده، ويعني لازم يتعمل لها أكتر بالمشروع. بس أنت كوجدان بقى، يعني إيه اللي جذبك في الفنانة وردة؟ بالنسبة للمطربات في الزمن الجميل إحنا عندنا أسماء كتيرة جدا طبعا، لكن أكيد في حاجة نفسية يعني تربط روحك بوردة، أو أنت خلتك تنشدي للمطربة وردة، إيه هي؟ حاجة شبه وجدان، حاجة فيكي أنت؟ مش عارفة بالظبط حاجة محددة، بس اللي أنا متأكدة منه تأثيرها بأغانيها. يعني زي ما قلت حضرتك دلوقتي، مفيش كلنا لينا أغنية على الأقل حافظينها وعارفينها وبنحبها ومأثرة فينا، يعني موجودة لغاية النهاردة، كلنا بنغني لها أغاني لغاية النهاردة، متواجدة بشكل أو بآخر. بس يعني انت شكلك صغير، يعني انت جيلك يعني عشرينات على ما أعتقد، يعني سنك في المرحلة دي، فازاي يعني لا انت شكلك سنك قد ايه؟ بلاش السن طبعا، ما فيش السؤال ده، ما فيش ست بتجاوب عليه، بس اكيد انت شابه وسنك صغير.
فصعب جدا ان انت ممكن تنجذبي لصوت زي ورده او ام كلثوم او اللي هي العمالقه بتوع زمن الفن الجميل. فانت ازاي قدرتي انك تستحضري الزمن ده بانك انت تعملي المشروع الفني الخاص بيكي، وانت زي ما انت بتقولي كنت موجوده في فرق كتيره مختلفه. الفرق دي اعتقد ان الاغاني بتاعتها اغاني لزمن مختلفه، بتقدم كل حد، كل فرقه كانت بتقدم الشبابية سكه مختلفه او الزمن اللي احنا عايشين فيه اللي هو الاغاني الحديثه يعني، او يعني بتقدم الفن بطريقتها هي. كنت فرق ايه مثلا؟ فرقه المصريين مع دكتور هاني شنوده، ولا زلت وبتشرف بوجودي دايما مع دكتور هاني شنوده وفرق تانية كتير. بس الحقيقه يعني التراث بتاعنا صحيح، والفنانين الكبار بتوعنا موجودين كلهم، سواء ام كلثوم او ورده او نجاة وكل الاسماء الكبيره. يعني في اي مثلا مسابقه هتلاقيها حضرتك لبرامج مثلا اكتشاف المواهب، هتلاقي ان لغايه النهارده اغاني ام كلثوم واغاني نجاة واغاني ورده يعني على طول متواجده، على طول صحيح. امتحانات غنى للمطربين على طول، مش سهل، على طول بتفتخري يعني بتبقي مبسوط انك كنت بتقولي ان انا اقدر اغني للاسماء الكبيره دي. الاختبار الحقيقي للمطرب صحيح؟ طبعا طبعا، يعني ليها نظره وليها تقدير تاني انك انت بتقدري تقدمي اللون ده، لانه لون صعب، لون في الالحان بتاعته، والناس التاريخ الكبير للاسماء دي سواء يعني ام كلثوم وورده ونجاة والاسماء اللي ليهم تاريخ كبير، كل ما الاسم بيكبر كل ما بيبقى فكره انك انت بتحدي نفسك انك انت تغني للاسماء دي احساسك بالنجاح بيكون اقوى كمان. طبعا انا ما افهمش في الغناء قوي، بس اقدر اميز الاصوات. انا حاسه ان صوت ورده في روح غريبه جدا، او في دفء ممكن مش موجود في اي صوت تاني، في شجن. انا بحس ان في شجن حتى في الاغاني المفرحه او في الاغاني اللي فيها يعني فرحه. بالظبط، يبقى فيها شجن كده. ما اعرفش. طيب احنا عايزين نسمع اكتر ما نتكلم يعني، لو انت محضره حاجه تانيه برضه الورده نسمع. لو صادفوك صحابي وسالوك عليا، سألوك عليا عليا، ما تقولش هجرت وتشمتهم فيا فيا. لو صادفوك أو سألوك، سألوك عليا عليا، لو صادفوك صحابي سألوك عليا عليا، سألوك عليا، ما تقولش هجرت وتشمتهم فيا فيا. لو صادفوك أو سألوك، سألوك عليا عليا، ما تقولش هجرت وتشمتهم فيا ما تقولش هجرت وتشمتهم فيا. بيجوا يزوروني عنك يسألوني، بيجوا يزوروني عنك يسألوني، عنك يسألوني، عنك عنك يسألوني. أسكت والدموع من حيرتي خونوني، وعنك يسألوني، عنك عنك يسألوني. أسكت والدموع من حيرتي خونوني، واللي انت حبيبي لا 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 قبلك حبيبي ولا بعدك حبيبي، واللي انت حبيبي لا 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 قبلك حبيبي ولا بعدك حبيبي. الله،
جميل، جميلة جدا، وصوتك رائع من ألحان الراحل الكبير بليغ حمدي. برضو وردة كان ليها أغاني لأغلب الملحنين، وطبعا فترة السبعينات كانت من أهم الفترات اللي هي شهدت أوج شهرة الفنانة الراحلة وردة. ليها ألحان أيضا أو ليها أغاني للملحن الكبير صلاح الشرنوبي، لو أنت حافظة مثلا أغنية من ألحانه. الحقيقة أن الحفلة اللي فاتت كانت غنيت فيها بتونس بيك، والحقيقة عملت يعني شغل حلو قوي على السوشيال ميديا الحمد لله. أنا في رأيي بتونس بيك من أهم الأغاني اللي هي ربطت بين الجيلين، بين جيل السبعينيات والجيل الحالي. يعني الريتم بتاعها سريع وحديث، لكن فيها الطرب بتاع السبعينيات والستينيات والأجواء دي. حقيقي فعلا. ومن الأغاني اللي بحبها جدا برضو ممكن يعني نسمع منها، عشان طبعا احنا في أجواء رأس السنة برضو وسنة جديدة. يا ريت لو انت مجهزاها أو ممكن نغنيها. وساعات بتمنى اني اشوفك، او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل، وما بين اللحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل. انت اللي بتسعد اوقاتي وبتأثر على كل حياتي اجمل تأثير. ارجوك ما تسيبنيش وحدية، وان غبت ولو حتى شوية كلمني كتير. انت اللي بتسعد اوقاتي وتأثر على كل حياتي اجمل تأثير. ارجوك ما تسيبنيش وحدية، وان غبت ولو حتى شوية كلمني كتير. لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، وخيالك بيكون ويايا ويايا، ونجح صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني، والشوق يناديلك جوايا، وانا 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 انا 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 بتونس بيك وانت معايا. جميلة. يعني ده الشجن اللي انت بتقولي عليه بقى يا وجدان، صح؟ يعني قد ايه الاغنية مفرحة لكن في حاجة في صوت وردة، يعني هي أستاذة الغنى طبعا وكل حاجة، بس معرفش أنا بحس كده يعني. ممكن صحيح يكون لا إحساسك صحيح. يعني الأغنية أهي، يعني قد إيه كلماتها مفرحة وسعيدة ولحنها، لكن أيوة فيها شجن غريب، يعني بتخلي الواحد يعني في حالة غريبة كده. يمكن عشان مرتبطة عنده بالذكريات برضه. صحيح. هو بيحس كده يعني. صحيح. وانت صوتك كمان يعني يعني لغاية دلوقتي أنا شايفة شخصية وجدان. صحيح سامع ألحان وردة وأغاني راحلة وردة، لكن أنا شايفة شخصية كاركتر وحالة وجدان موجودة في كل الأغاني، بصمتك موجودة. يعني يا رب يكون ده، الحمد لله، يعني يا رب ان هو يبقى دايما موجود. لان انا مش هي الفكره في انك انت بتحبي ورده وبتحبي اغانيها وبتحبي انك انت تقدميها بس بصوت وجدان او بطريقتها، انت مش عايزه تقلديها، او انت مش هو ده اللي انت عايزه توصليه، سواء من المشروع او في ادائي انا. لا، لازم اكيد يعني ان اي حد عايز يسمع ورده ممكن يدخل يسمع ورده يعني الاصليه بقى، يعني بصوتها هي الاصلي. لكن طبعا لما بنسمعها باصوات تانية بتعرفي اجيال تانية مش عارفاها بيها وباغانيها، بتقوليها بطريقتك وباحساسك حبا فيها، مش اي حاجه ليها علاقه بمقارنه تماما. يعني مفيش مقارنه، ده ظلم ليا، حرام. احنا انا قلت في المقدمه ان هي استحضار، يعني جيل العشرينيات بيستحضر جمال وذوق وفن جيل السبعينيات والخمسينيات، والجمال اللي كان موجود في مصر بالظبط من زمان، وده مجهودكم. طيب في اغاني تانية انت حابه تقوليها لورده؟ النهارده عايزين نسمع يعني عايزين دي اخر حلقه من حلقات برنامج هنا في عام 2019. ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله هتكون بدايات عام 2020، فعايزين يعني يبقى كل الحلقه جمال وصوت جميل ونسمع صوتك اكتر من الكلام. طيب ممكن نقول ايه؟ حاجه قديمه ولا جديده؟ اللي انت عايزاه.
قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي قلبي سعيد، فرحان فرحة قلبي تهنى، أيوة تهنى بيوم العيد. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي قلبي سعيد، فرحان فرحة قلبي تهنى، أيوة تهنى بيوم العيد. حبك خلى الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا، حبك خلى الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا، كله جديد في جديد، كله جديد في جديد، يا حياتي يا حياتي يا حياتي. وجدان يسري ان شاء الله سنه 2020 تكون سنه سعاده، وكل جديد ان شاء الله وخير وجميل وسعيد يكون من نصيبك باذن الله في سنه. على حضرتك وعلى كل المشاهدين. شكرا جدا ليكي وشرفت بيكي، وان شاء الله مزيد من النجاح والتفوق في عام 2020. شكرا ليكي الفنانه وجدان يسري، مشروع ورده. بعد الفاصل كل اللي انت عايز تعرفه عن مدينه هليوبوليس الجديده. بعد الفاصل ابقوا معنا. بداية جديدة. زي منطقة التجمع ابتدت من أكتر من 20 سنة، طورت طرقها وخدماتها وبقت الجهة المفضلة للمستثمرين والسكان في شرق القاهرة. دلوقتي في بداية جديدة بامتداد التجمع في صادق إيست في هليوبوليس الجديدة. بيخدمها كل توسعات الطرق زي طريق السويس والإسماعيلية وامتداد خطوط المترو اللي هتعدي بقلب المنطقة. وبتطورها صادق الرائدة في بناء المجتمعات المتكاملة بالشراكة مع شركة مصر الجديدة، شركة خبرتها أكتر من 100 سنة في تطوير منطقة مصر الجديدة. بداية حقيقية لمكان جديد. أزيليا، بداية جديدة. زي ما شفنا في الفيديو، احنا هنتكلم النهاردة عن مشروع من اهم المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة هليوبوليس الجديدة بالاشتراك مع شركة مصر الجديدة، وزي ما احنا شفنا هي خبرة اكتر من 100 عام في مجال العقارات. خلوني في البداية ارحب بضيفتي هنا في الاستوديو الاستاذة رانيا قبيل، رئيس مجلس ادارة شركة بروكر، وخبرة اكتر من 11 عام في السوق العقاري داخل مصر وخارج مصر على مستوى الشرق الاوسط. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اللي بيشوفونا دلوقتي عايزين يعرفوا اكتر عن مدينة هليوبوليس الجديدة. مدينة هليوبوليس الجديدة احنا بنشوفها ان هي من ضمن التطوير العمراني اللي حصل في مصر الفترة اللي فاتت، والمجتمعات العمرانية المتزايدة اللي موجودة على محاور رئيسية كبيرة. كانت مدينة هليوبوليس الجديدة اللي أرضها مملوكة لشركة مصر الجديدة. شركة مصر الجديدة يمكن احنا شايفين الفترة اللي فاتت ان بقى في ترند لطيف جدا ان شركات المملوكة للحكومة اللي تمتلك اراضي كبيرة زي شركة مدينة نصر وشركة مصر الجديدة بدأوا يعملوا مشاركة مع ديفلوبرز كبيرة او مستثمرين كبار، بحيث انهم يخرجوا بره دايرة الاستثمار التسويق العقاري او الاستثمار العقاري شوية، لان الشركات دي تملك اراضي على محاور رئيسية حلوة في لوكيشنز كويسة جدا، والأراضي دي ما عندهاش ما فيش ليها فيجن، فقرروا ان هم كمطورين عقاريين، يمكن شركة صادق من رقم واحد كمطور عقاري موجود في مصر، فقرروا ان هم يبدأوا بمشاركة مع الشركات المملوكة لهذه الأراضي عشان يعملوا ايه؟ يعملوا مجتمعات عمرانية قادرة انها تخدم مواطن، بتقدم له حد ادنى من الرفاهيه وحد ادنى من السكن المناسب والاستثماري الكويس. ايه المكان ده محوره فين؟ المكان ده المشروع بقى هنتكلم عن المشروع. الاول انا عايز اعرف موقع مدينه هليوبوليس واختلافها عن باقي المدن. انا مثلا هروح ليه اختار مدينه هليوبوليس؟
اولا هنقول عشان حاجات كتير. اولها ان انا بسكن مع مطور عقاري كبير جدا، ومش اي مطور عقاري، ده رقم واحد في مصر. بسكن معاه في منطقة هو لسه بيعمل لها رؤية، وهنتكلم على المطور العقاري ده كان ليه قبل كده سابقة اعمال شكلها عامل ازاي في الجنب بتاع اكتوبر، يخلينا نثق فيه ان هو بيعمل مجتمعات عمرانية متكاملة على مدار سنين، والنوانس ما بيسلم الاماكن دي لازم بيقدم لها كل الخدمات اللي تخليها تعيش في ساعتها. يعني ما بنصبرش مثلا 5 6 سنين 10 سنين عشان نقدر نعيش في المكان، لا، ده بيقدم خدمه متكامله من كلاب هاوسز بقى، نوادي او كوميرشال اريا خدمه الاماكن ديت، او لاندسكيب اماكن مزروعه ومساحات خضراء والحاجات ديت كلها. منطقه هليوبوليس الجديده احنا هنقول محاورها الرئيسيه عشان خاطر الناس برضو تبقى عارفه الاماكن اللي موجود فيها المكان ده. احنا مثلا من الشمال، شمال منطقه هليوبوليس، احنا الطريق اسماعيليه، والجنوب بيحط لنا الطريق بتاع السويس، ومن الغرب منطقه الشروق، ومن الشرق هتبقى منطقه بدر. فهي على محاور رئيسيه كبيره جدا ممكن تبقى خدمانه بعد كده مستقبليا لقربها بقى للعاصمه الاداريه الجديده، لقربها لمنطقه الشروق. واحنا اتكلمنا قبل كده عن منطقه الشروق قد ايه هي منطقه واعده، وان هي اتاخر بس شويه رؤيتها. يعني هي منطقة قايمة من 25 سنة بس كان ينقصها الخدمات اللي بتخلي الناس دايما ما بتروح لهاش بسرعة. بس دلوقتي قربها من محاور رئيسية كبيرة زي ديت، وكمان مطور عقاري بالشكل ده بيقدم خدمة بالشكل ده، بيخلي الناس تجري عليه بسرعة، خصوصا ان التقسيط عنده على 8 سنين دلوقتي، واستلام كمان 4، فده بيخلي الواحد مرتاح وواثق. واثق دي اول حاجه، لان هو من اعلى المطورين العقاريين، اذا ما كانش هو فعلا رقم واحد على مستوى مصر، لانه بيقدم صيانه محترمه جدا، بيقدم خدمه ما بعد البيع، ويمكن هم يمكن عندهم خدمه مميزين بيها جدا كشركه صادق. ما بيضحوش بالكلاينت بتاعهم او العميل بتاعهم لاي سبب من الاسباب. فده كل ده بيخلي الشخص يبقى واثق جدا وهو بيختار اسم كبير زيهم. صحيح. بالاضافه لعدد السنين الكبير اللي موجود في التقسيط، هيخليني يعني اشتري بيتي واقسطه بعديها 8 سنين واستلم كمان 4. يعني انا هسكن وانا لسه بقسط البيت. يعني مدي للعميل راحه في دفع الاقساط. دفع الاقساط. وهو قادر لانه يمتلك المحفظه الماليه اللي بتساعده ان هو يقسط على هذا العدد الكبير من الشركات. شركه من اكبر الشركات، لانها شركه قابضه، هي شركه من اكبر الشركات الموجوده في مصر على مستوى الديفلوبمنت، التطوير العقاري. اوكي. دي اول حاجه، شركه مدرجه في البورصه، فيعني في حاجات كتيره قوي تخلينا نقول قد ايه الشركه دي ليها الاسد اللي يخلينا نستثمر معاها. صحيح. او ندور على سكن بشكل راقي. وفكره كمان الاشتراك، مش المنافسه اللي هي ممكن تضر بالشركه او بتضر كمان بالعميل، لا، الاشتراك، المشاركه ما بين الشركات الكبيره لتقديم خدمه راقيه، فدي فكر جديد. لا، وامتلاك اراضي بلوكيشنز هايله زي الاراضي بالزبط اللي بتملكها شركه مصر الجديده، وهم دايما كان عندهم طبعا كانوا سباقين 100 سنه مصر الجديده، تطوير وسكن مميز جدا كان لكل الناس اللي كانت عايشه فيها. صحيح. فده بيخلي ان في اشتراك كيانين كبار زي دول عشان يطلعوا مشروع بالقوه دي. لا طبعا المشروع هيطلع قوي جدا. نتكلم عنه بقى، المشروع ده بشكل دقيق. المشروع ده حوالي 480 فدان، قايم على فكره، قايم على الماكس ديوز ما بين الفلل وما بين الشقق السكنيه. عندنا مساحات متفاوته في الشقق السكنيه، وعندنا مساحات متفاوته في الفلل. ميزه المشروع ده ان صادق كشركه مجرد ما بتسلم المرحله
اللي حضرتك مثلا بتشتري فيها او حاجه، هي بتبقى مرحله جاتد مقفوله ببوابات، ما بتحسيش باي كونستراكشن او اي بنى حواليكي، حتى لو هي لسه ما سلمتش. فده بيخلي جزء منه ان انت اداكي، انا بسكن لسه في منطقه جديده وواعده، بس في الاخر انا قادر اسكن فيها لاني متقدم لي كل الخدمات فيها من اول يوم. مش مستني لحد ما المشروع كله يكمل عشان اقدر اسكن فيه. عنده 41,000 فدان هيبقوا كلاب هاوس او مبنى اجتماعي رياضي متكامل، ودي مساحه كبيره جدا انها تبقى مبنى بالضخامه دي، حمامات سباحه، ملاعب، كوميرشال اريا او منطقه تجاريه خدمه، الكومباوند هتشتغل من داي 1 والكلاب هاوس من داي 1. فده بيخلي العميل عايش من اول يوم بيسكن فيه. الكلمه دي مهمه جدا على فكره، لان في ناس كتيره بتاخر ان هي تروح لمنطقه جديده عشان خايفه من الجزئيه دي. بالظبط. ان انا لا، واحنا دلوقتي عندنا قربها لمنطقه الشروق، يعني هي بتبتدي منطقه اليابلس الجديده بتبدا من بوابه 3 لمنطقه الشروق. فهي جزء، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن محورها الرئيسي هي فين المكان بتاعها. مدينة الشروق دلوقتي قايمة بكل طاقتها، وده اللي هيخلينا نتكلم قدام شوية ان اخرجوا للأماكن الجديدة عشان تبقى متنفس ليكوا ولولادكوا، اخرجوا اعملوا استثمارات فيها لأنها استثمارات آمنة مع مطورين عقاريين كبار. دي نقطة مهمة، وكمان بتقسيط لفترات طويلة. فده هيخليك انت عندك استثمار آمن وسكن مريح. ازاي استثمر في منطقه زي دي؟ احنا دايما كنا اول حاجه بنتكلم فيها دايما في الاستثمار، اول كلمه لازم تاخد في مكان جديد فروم سكراتش، لسه حد بيبني فيه، لسه المكان ليه رؤيه واعده. الاماكن، المكان اللي موجود في منطقه هليوبلس الجديده ومشروع بضخامه المشروع بتاع صادق ايست اللي موجود هناك، صادق كشركة ديفلوبمنت هي بتخلق دايما ديستنيشن، يعني ان هي بتخلق موقع والناس بتجري عليه. يمكن احنا ما اتكلمناش على صادق كهيستوري، والناس اللي ما كانتش عارفة ايه تاريخها بالظبط، هي شركة قائمة من التسعينات او اوائل التسعينات، وعندهم مشروع احنا كلنا عارفينه، بيفرلي هيلز اللي موجود في الشيخ زايد، واحنا شايفين قد ايه مشروع بالضخامة دي عاش ديورنج ال 20 سنة الأخيرة. مفيش ولا شكوى ولا في شكوى، والناس كلها عقارها سعره بيعلى متزايد طول الوقت، خدماته متكاملة، الناس بتخرج عندهم. فانت محتاجة ايه تاني؟ بالعكس، انا يعني ملاحظة ان كتير من الشركات، يعني مش عايزة اقول بتقلد، ولكن بتحذو حذو نفس الشركة ونفس طبعا الكمبول. طبعا، لان هم خدوا خطوة كانت جريئة من نوعها تماما، ان بالزبط. ياخدوا مكان من الشيخ زايد ومخرجه من على طريق اسكندرية الصحراوي ويعملوه مدينة وتبقى بيفرلي هيلز بالمستوى ده، وانه يظل بنفس المستوى إنه طول السنين دي طبعا كلها. انه تفضل 20 سنه بنفس المستوى اللي اتسلمت بيه، ده على فكره ده مجهود كبير قوي من شركه كبيره، هي مستمره في انها بتحافظ على اسمها بالشكل ده، ودي حاجه طبعا يعني تشرفنا انها شركه مصريه بتقدم الكواليتي ديت. صحيح. بالمنطق بقى لما تكون شركه بهذا القدر وهذه الاهميه، طبعا صفحه الشركه موجوده بروكر، صفحتها على الفيسبوك لو اي حد عايز يتواصل مع الشركه ومع فريق العمل في الشركه، صفحتها موجوده على الشاشه. بالمنطق بقى بنقول شركه كبيره زي صادق لما تتعاون او تتشارك مع شركه كبيره برضو زي مصر الجديده، يكون المنتج العقاري في النهايه يكون هيكون شكله ايه بقى؟ انا اتخيل ان احنا هيبقى عندنا كومباوندز من الكومباوندز المميزه جدا جدا جدا، لان لوكيشن ارض مميز بديفلوبر او مطور عقاري عنده من الخبره تخليه بيقدم كواليتي محترمه،
الكلاينت هو عارف كويس قوي يعني ايه بيشتري من صادق، حتى لو مساحه صغيره، فالاستثمار امن قد ايه بشكل يعني بشكل كويس جدا. يمكن هقول كلمه الناس كلها كانت بترددها على صادق، ان دي الشركه الوحيده اللي كانت بتسلم ايام الثوره، ايام ما كانت شركات كبيره جدا فضلت اربع وثلاث سنين، من ثلاث لاربع سنين ما بتسلمش العملاء بتوعها بعد الثوره، هم الوحيدين اللي ايام الثوره كانوا بيسلموا. صحيح، في اسماء كده يعني الكلام يعني هي خلاص هي عملت نفسها ما بيخلص. يعني براند وماركه، اعتقد ان هي حظيت بثقه العملاء وثقه المتعاملين بشكل طبعا. ان شاء الله الاسبوع القادم، لان دي الحلقه الاخيره في 2019، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه. ان شاء الله الاسبوع القادم نستكمل اللقاء حول المدن الجديده والمشروعات الجديده. اشكرك شكرا جزيلا استاذه رانيا قبيل، رئيس مجلس اداره شركه بروكر وخبره أكثر من 11 عام في سوق العقاري في الشرق الأوسط. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. بعد الفاصل، كل ما تريد أن تعرفه عن التخسيس أونلاين بعد الفاصل. زي ما وعدناكم امبارح، كل الاسئله اللي بتوصل للبرنامج اثناء عرض فقره الدكتوره دعاء سهيل او بعد عرض الفقره مباشره، احنا جمعناها وجمعنا الاسئله اللي موجوده ايضا على صفحه الدكتوره دعاء، وخصصنا هذه الفقره في هذه الحلقه للاجابه عن معظم الاستفسارات. طبعا الوقت مش هيسمح للاجابه عن كل الاستفسارات، بس في البدايه خلوني ارحب بضيفتي الكريمه الدكتوره دعاء. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه علا. دكتوره دعاء سهيل دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبه مبادره مصر بلا سمنه، واول مؤسسي فكره التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. جاهزة؟ يلا بينا. عندنا أسئلة كتيرة جدا الصراحة. يلا بينا نبتدي. مي أحمد، الطول 160، الوزن 119، العمر 29، يعني شابة صغيرة. لا أعاني من أي أمراض، بحب الأكل جدا، مش بعرف أسيطر على نفسي خالص، بقالي 9 سنوات عندي زيادة وزن وعمالة أزيد حاليا، برضع طفل عنده سنة وثلاث شهور، الدهون متوزعة في الجسم كله بالتساوي. مش عارفة دي نقطة طبعا إيجابية طبعا، علشان دي إيه انت حبيبتي عندك ما يقرب على 60 كيلو زيادة. دي سمنة ومفرطة، مش سمنة بس، سمنة مفرطة. ودايما أقول الناس اللي بتاكل كتير، انت السبب في انك تبوظي معدتك. تاكل كتير، المعدة عاملة زي الشراب، تتسع على قد الحجم، الشهية جايبة معاكي وانت بتاكلي والمعدة بتكبر. فالنوع ده يفشل في الدايت تماما، يفشل في اتباع اي حميه غذائيه، لانه عايز يملى المعده الكبيره اللي هي كبرتها دي. ايه بقى اللي انا المفروض اعمله معاكي يا استاذه ايه؟ استاذه مي. استاذه مي، لازم اعمل معاكي ايه؟ ان انا انظم لك مواعيد الاكل، لازم تشربي ميه كتير، سوائل عصاير فريش كتير، علشان انت ام وبترضعي. وطبعا اللي يقول لك كلي علشان انت بترضعي، دي مقوله خطا. اللي بيزود نسبه اللبن في صدر الام هي السوائل وليس الاكل، مش الاكل. طب بس السؤال، والحلاوه الطحينيه؟ لا بقى ده بيدي طاقه، لكن دي بتدي طاقه، لكن يعني ده ملوش علاقه. المفروض ان انا اشرب عصاير فريش كتير. صحيح. انظم مواعيد الاكل، انا اقفل لك شهيتك، لكن مش هقول لك اكيد اعملي دايت. نفطر بدري، وافطار بدري ايا كان انت كلتي ايه، انا مش بقول لك كلي ايه ولا في الغداء ولا في العشاء، ولكن في حاجه بسيطه بس كده هنحطها بدايه الفطار، بدايه الغداء، بدايه العشاء، لازم طبق سلطه. خلصيه وكملي من الموجود ايا كان. ليه طبق السلطه؟ علشان طبق السلطه طبعا عناصر غذائيه عاليه جدا، نشرب عصاير فريش كتير، بلس ان انا لازم اديكي ماده فعاله من الالياف. ايه اعلى انواع الالياف؟ لازم اديكي قشور السيليوم. قشور السيليوم مهمه جدا لانها بتعطش، فتشرب ميه كتير. اما تعطشي بقى يعني وات ايفر، ايه اللي هتشربيه؟ عصير برتقان طبعا مفيد، عصير جوافه بيقوي المناعه، ممكن ان انا اشرب ميه كتير. فشرب الميه ده او العصاير دي هتكبر الفايبر اللي هي الالياف اللي انا اديتها لك بتركيز 5 ملي جرام داخل منتج البسيليوم اللي هو الاناسيليوم او البيسليم. وبالمناسبه المنتجين دول مرخصين من وزاره الصحه. ايه تاني بيحتوي عليه المنتج ده؟ المفروض ان انا هديهولك، بيحتوي على فيتامين سي، فيتامين بي 12، فيتامين اي، ف
فده علشان كمان يقوي عظامك، لان اكيد عندك مشكله في العظام 60 كيلو زياده دول حتى مع صغر سنك اكيد بتتعبي، مفيش كلام. نيجي نتكلم على فيتامين دي كمان المفروض ان يكون داخل ده، وده مهم للعظام. اما نيجي نتكلم ايه تاني ادور عليه، لازم اديكي جارسينيا بتركيز 60%، ودي النسبه المصرح بيها دوليا، الجارسينيا ما تزيدش عن كده 60% من محتوى الكورس. عشب الجارسينيا ده عشب يعني انا شايفاه عشب رائع في قمع الشهيه، وكمان بيحتوي على ايه؟ لانه بيحتوي على خلاصه ال HCA، وده خلاصه الجارسينيا اللي بتهاجم عندها داخل الجسم انزيم الياز، وده الانزيم المسؤول في تكوين الخلايا الدهنيه، لانك اكيد مش محتاجه تكوني خلايا دهنيه جديده، احنا اوريدي عندنا، فالمفروض ان انا بتخلص بيها، ولازم اديكي داخل الكورس مضادات اكسده، ولازم يعني اعلي معدل الحرق عندك شويه، فان انا اعلي حرق واقفل شهيه فهسحب من الخلايا الدهنيه اللي موجوده ويطلع على شكل طاقه، فان شاء الله تنزلي ما بين من 8 ل 12 كيلو على مدار الشهر ده. وده انا ما بحبش حد ينزل اكتر يعني صحيح. من كده ده كفايه، لا ونسبه يعني معقوله جدا من 8 ل 12 كيلو خلال شهر اعتقد. وفي بتجيلي عروسه مثلا انا قدامي شهر واتجوز، يعني انت قاعده ده سؤال موجود عندنا على فكره، ده يعني ده كتير على الصفحه عندي، خلينا هجاوب عليه في وقته. طيب بس انا مبدئيا طبعا الصفحه اللي عايزين الصفحه لازم برضو نشير اليها لو ممكن نعرضها مره علشان تانية. لو في اسئله تانية بقى لا قدر الله بتعاني من اي مشاكل صحيه نفسيه، بتاكل امتى، بتنام امتى، صحيح. لازم بقيه الاسئله عشان ابقى فاهمه بالظبط ايه الكورس المناسب. تمام. دالي عماد، الطول 163، الوزن 93، لا يوجد امراض غير القولون العصبي، شهيه الاكل متوسطه، طبعا بزيد حسب الحاله النفسيه، مناطق تجمع الدهون في البطن عندي مناسبه قريبه زي ما حضرتك بتتكلمي اهو، ونفسي اخس. مناطق تجمع الدهون فين يا حبيبتي؟ 30 كيلو حضرتك زياده، فكده انت عندك خلايا دهنيه حوالين الخصر كله، الجسم كله كده في عندك 30 كيلو، لكن هي عينيها شايفه اللي باين قوي، ودايما الست بتركز في منطقه البطن لان دي المنطقه اللي بتبوظ شكل اللبس. صحيح. عفوا. صحيح. المفروض ان انا بديها ايه مع الاستاذه؟ المفروض اديها عوامل تنحت تعمل ريشيبنج للجسم، وده موجود في الكريز واوراق اللوتس بنسبه عاليه جدا من التركيز، ومش هكتفي كده بس، لو اللي بيخسس مش محترف ومش فاهم ان مع فقدان الوزن البشره والشعر بيبان عليه وبيتاثر صحيا، بيطلع من فقدان الوزن ده زعلان، والحاله النفسيه ليها تاثير كبير. يمكن كانت الاستاذه اللي سالت السؤال الثاني بتقول انا حالتي النفسيه متضايقه وكل ما بتضايق باكل، طبيعي كل ما بتضايق بتاكل، انا قلتها يمكن في حالات قبل كده في حلقات سابقه، في الحلقه السابقه قلتها مع حضرتك يا استاذه عوده، ولكن اعيدها ثاني وهو ليس تكرار للمعلومه، ولكن انا بفهم الناس دايما الناس اللي محطوطه تحت هدك او متضايقه او متوتره هرمون الليبتين بيرتفع، وده هرمون خطر انه يرتفع داخل الجسم، لان اما بيرتفع الهرمون ده بيكون يعني الشهيه عاليه، فبيبتدي الانسان مش فاهم يترجم اصلا الشهيه الاشاره اللي بعتت للمخ دي، هل انا جعان ولا زهقان، وفي كل الاحوال بياكل فما بيبقاش كمان فاهم بياكل ايه. بس برضه عايزين مره تانية ننوه عن صفحه دكتوره دعاء لاي استفسار او اي شكوى او اي سؤال يتعلق بالسمنه، وبرضه الجزء المهم اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان هي عندها مناسبه بعد فتره قصيره، تعمل ايه؟ مناسبه اقصى شيء هقدر انزله لها 15 كيلو في الشهر، وهكون حريصه كل الحرص على وجود فيتامينز في داخل الكورس، فيتامين سي وفيتامين اي، ومهم وكمان لازم اديها كريم يحتوي على كولاجين للبشره، وده مرخص من وزاره الصحه، ده كريم للبشره اسمه سينوبوب، ده لما بيكون انا عارفه ان انا هخسس المريض ده 15 كيلو لازم يكون في الكورس، علشان ده بيحتوي على نسبه عاليه جدا من التركيز فيتامين سي، وده بيدي نضاره للبشره، فبيها انها تبقى نزلت ال 15 كيلو ولم تتضرر في الشكل العادي. يعني لو عندها مناسبه او اي حد عنده مناسبه يعني ممكن تخسي في حدود 15 كيلو خلال شهر اعتقد. وده ما بحبش اعمله كتير، بحب دايما من 8 ل 10، ولكن لو حد اقصى عروسه مثلا عايزه تحضر مناسبه وعايزه تبان بشكل جيد بيحسوا بالكلام ده قبل المناسبه بشهر، ممكن قبلها بشهرين، ودي بقى مشكله التخطيط. احنا عندنا مناسبه بشهر كذا المفروض نعمل ايه؟ قبلها بشهرين حتى، لكن مفيش الكلام. عندنا مدام ندى حسن، سن 40، الطول 165، الوزن 120، الصحه الحمد لله تمام، عايزه حاجه شديده قوي لنحت الجسم كله، وكنت عايزه اعرف لو في عروض جديده على راس السنه دي. طبعا دي بقى بتخطط، دي ست بتخطط. طبعا
في اوفرز كتيره يعني، كل الاوفرز بتاعتي بقى مع تقريبا على مدار السنه، ولكن في طبعا في كريم شد ترهلات بيبقى مع الكورسز المناسبه، وفي كريم السينوباب كل دي مرخص من وزاره الصحه اذا كان لينوكس او سينوباب او يعني الالياف، كله مرخص من وزاره الصحه عشان بيهمني جدا صحه الانسان. اه مهم ان احنا نفقد وزن، مهم ان احنا نظبط صحتنا، مهم ان احنا نتخلى عن كل الوزن الزائد، ولكن الاكثر اهميه ان انا اكون بخسس مريضي وهو بصحه. في ادويه كتير بتخسس بس في بصحه، بس مش بصحه صحيح، يكون الفيدباك ليها يعني ارتفاع ضغط دم ما يعني لا خدوا بالكم، علشان مش اي منتج او مكمل غذائي يفقدك وزنك فهو امن، لا صحيح. طب نحت الجسم، هي عايزه حاجات لنحت الجسم. نحت الجسم اكيد ليها، وهديها الكريم المرخص، ولازم يكون في نسبه الكروميوم عاليه، وفي مضادات اكسده، وان انا المفروض يكون في جرين كوفي وجرين تي، وكمان بيبقى في البرتقان المر داخل الكورس، فده مهم جدا. زائد ان انا ببقى عايزه اقفل لها شهيه، وكمان عايزه اعمل نحت، فمع اوراق اللوتس ومع الكريز ومع الكروميوم لازم يكون في راسبري، بما ان موجود خلايا دهنيه في مكان دون الاخر، معنى ذلك ان انا محتاجه احول الدهون دي. الدهون دي بما انها موجوده في المكان ده ذات الامد الطويل داخل الجسم، بسرعه انا لازم احولها لاحاديه وثنائيه عشان يسهل نزولها، لان الراسبري بيكسر ويفتت الخلايا الدهنيه دي وبيحولها لي بيها بعد كده نحت القوام، اعمل ريشيبنج للجسم. الموضوع مش بيع منتجات، والموضوع مش ان انا جارتي اخذت منتج فخست، لا حاله صحيه زي جارتك ولا انت بنفس الاسباب اللي دفعتك. كمان هي بتقول انها سيده 40 سنه، 40 سنة. لازم بسرعه انا اركز ان السيده دي عندها مشكله في عمليه الايض، عمليه الحرق، عمليه التمثيل الغذائي، لان السيدات زي ما قلنا ودي حاجه ما تضايقش وربنا خلقنا كده، من ال 30 لل 40 مع كل سنه تدريجي بفقد القدره على حرق 50 سعر حراري، فلما اوصل لل 40 ببقى فاقده القدره على حرق 500 سعر حراري، يعني لو وجبتي 500 سعر فانا غير قادره على حرقها. بسرعه لازم اديكي حوارك، ودي واعلي معاكي الحرق كمان بالقهوه الخضراء. لازم الكورس يحتوي على جرين كوفي، جرين تي، لازم يكون في راسبري بتركيز 6000 علشان يقدر يعلي معدل الايض عندي ويفتت الخلايا الدهنيه ويحولها لي احاديه وثنائيه. تمام. دنيا الشرقاوي، الطول 155، الوزن 100، السن 30، لا اعاني من اي امراض غير تكيسات في المبايض. اه طبعا. والدكتور قال لازم اقلل من الدهون في جسمي واخس وعندي تجمع الدهون في البطن. المشكله الكبيره ده ليه كل البنات بتبعت البطن او الجزء السفلي او 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 يعني البنت اللي كده ما تتضايقيش، ده نوع سمنه وراثي، وده موجود في النساء ومش موجود في الرجال، اللي هو سمنه الارداف، اللي هي سمنه الجسم الكمثري، الجسم ده بيبقى وراثي. اما تبقي 30 سنه فانا اكيد هقدر اقول لك لازم تمشي كل يوم ساعه، لازم اقول لك ان انت يعني تمشي كل يوم ساعه دي رياضه، او لو انت غير قادره على انك تخرجي تمشي، فتظبيط البيت مفيش ست مش ممكن تظبط شقتها في ساعتين او ثلاثه او ساعه على الاقل، فكده دي بتبقى طبعا ده حركة مستمرة على مدار ساعة. والله بعمله. فده بيعمل كده. ما انت ما شاء الله عليك يا استاذة. الله يخليكي. عشان كده بقول النوع ده لازم اديها عوامل تعمل على نحت شكل الجسم، لازم الكريم برضو مع الكورس بتاعك، لازم كمان ان انا ما فيش حاجة اسمها علشان اسمها سمنة وراثية فيبقى صعب حلها. صحيح. سهل جدا، زائد ان انت لازم تاكلي بشكل صحي شوية، يعني الناس تدخل على أكلها الخضروات والخيار والخس، وطبق السلطة مهم جدا، كل دي ثقافات، والمياه الغازية لازم تستبعديها تماما، لكن بقية الأكل انت مش محرومة منه. تمام. فاضل دقيقة واحدة وعايزة بقى يبقى في توازن. كل الأسئلة دي نساء، في عندنا رجل يعني فلازم برضه يبقى ليه حق. رضا أبو علام، الطول 170، الوزن 122، السن 50، الضغط ساعات بيعلى وقت العصبية ومش بخضع لعلاج يومي. مبدئيا اما حد فينا بيتنرفز ضغطه بيعلى، ده طبيعي جدا.
ولكن لو بيحصل معك على طول لازم تباشر الموضوع ده ويبقى لو... ولكن الكورس بتاعك لازم ما يكونش فيه حوارك عالية، لازم تكون بنسبة ضعيفة، ولازم كمان ان انت يعني عندك 40 كيلو زيادة اكيد عندك كرش. ومعظم الرجال الوجبة الرئيسية عندهم بتكون بالليل، فلما بتكون بالليل حضرتك اكلت بعد توقف الغده الدرقيه ما افرزت هرمونها القادر على حرق سعراتك، فحضرتك جيت تاكل في الوقت اللي الغده توقفت فيه عن الحرق، فده ما ينفعش. لازم ان انا في الحاله دي انا ببقى عارفه اديك جرعتك امتى علشان ما تاكلش متاخر ومع فقدان 10 كيلو 20، انت عندك 40 كيلو، مع فقدان 10 20 هقدر بعد كده اديك نحت للقوام. اسفل المقاطعه بس طبعا وقت الفقره انتهى، بس عندنا لسه حوالي 5 او 6 اسئله ان شاء الله الحلقات الجايه، ان شاء الله الفقرات الجايه نحاول نجيب عن هذه الاسئله. شكرا جزيلا. ميرسي لاستضافتك يا استاذه. شكرا دكتوره دعاء سهيل، دكتوره في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبه مبادره مصر بلا سمنه، واول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين في مصر، ومؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على نمو الجسم. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لربنا يخليك. اشكرك. بكده نكون وصلنا لحلقه نهايه حلقه النهارده، الاسبوع القادم باذن الله حلقه جديده. الى اللقاء. هذا البرنامج برعايه